بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب زكاة البقر. وقال أبو حميد رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار، يعني أخذها من الغنيمة قبل القسمة، فيأتي بها يوم القيامة ويقال جؤار، صوت البقر يقال خوار ويقال جؤار، تجأرون ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت، أي وصلت إليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده، أو والذي لا إله غيره، أو كما حلف، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها، أي زكاتها، إلا أتي بها يوم القيامة. الذي لا يؤدي زكاة البقر ولا يؤدي زكاة الغنم إلا أتي بها يوم القيامة، أعظم ما تكون، وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنضحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. الذي يمنع زكاة البقر: تأتي البقر يوم القيامة وهو منبطح، تمر عليه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، وكذلك الغنم إذا لم يؤدِ زكاتها، كلما مرت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. فالذي يمنع زكاة البقر أو زكاة الغنم يعذب بهذا العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المسلم أن يؤدي زكاة الحيوانات. نصاب البقر 30، إذا عندك 30 بقرة ترعى في أرض الله وحال الحول عليك أن تخرج تبيع أو تبيعة، يعني من البقر عمره سنة أنثى أو ذكر. والغنم نصابها 40، إذا أعطاك الله 40 شاة ترعى في أرض الله وحال الحول يجب أن تؤدي الزكاة، وزكاة 40 إلى 120 من الغنم شاة واحدة. رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يؤدي زكاة ماله. باب الزكاة على الأقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: له أجران، أجر القرابة والصدقة، يعني إذا كانوا فقراء فيؤدي الزكاة إلى الأقارب من الفقراء فيكون له أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، بستان وفيه نخيل، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس رضي الله عنه: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، كلمة التفخيم، ذلك مال رابح، أي أجره عظيم، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه، يعني الذين لا تلزمه نفقتهم، أقارب لكن نفقتهم ليست واجبة عليه، أما معمود النسب الأب والجد ونحو ذلك لا تجوز الزكاة لهم، وأما الأقارب الذين نفقتهم لا تجب وكانوا فقراء فيعطون من الزكاة ومن الصدقات. تابعه روح وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك: رايح، ذلك مال رايح، أي رايح أجره عليك. الصحابة رضي الله عنهم كلما نزل شيء من القرآن عملوا به، فالقرآن العظيم نزل للإيمان به والعمل، نسأل الله التوفيق للعمل بكتابه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر، يعني في عيد الأضحى أو في عيد الفطر، إلى المصلى مكان صلاة العيد، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة. فيجب على المسلم أن يتقي الله ولا يكثر اللعن، وتكفرن العشير أي تكفرن إحسان الزوج، مهما فعل من الإحسان تنكرن ذلك، فيجب على المسلم أن لا ينكر المعروف. تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، النساء ناقصات عقل ودين، أذهب أن يذهبن للب الرجل الحازم من إحداكن. يا معشر النساء، يعني المرأة ناقصة عقل ودين ولكن تشغل الرجل وتلهيه بفتنتها. ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب رضي الله عنها امرأة ابن مسعود رضي الله عنه تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. فقال: أي الزيارب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود رضي الله عنه. قال: نعم، إذن لها. فأذن لها، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي ما تلبسه المرأة، لي حلي لي، فأردت أن أتصدق بها. فزعم ابن مسعود زوجها رضي الله عنه أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، يعني الصدقة التي ليست زكاة لكن
صدقة تطوع، أما الزكاة فلا تعطى للزوج، إنما صدقة التطوع. والصدقة يكفر الله بها الذنوب، فعلى المسلم أن يتصدق رجاء أن يكفر الله ذنوبه. باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. إذا كان عندك فرس للعمل للركوب ليس للتجارة فليس عليك زكاة إذا كان للركوب، أما إذا كان للتجارة فتثمن ذلك الفرس وتخرج زكاة، أما إذا كان للركوب والعمل فلا يلزمك زكاة على فرسك. والغلام إذا كان عندك مملوك للخدمة فليس عليك زكاة إلا إذا كان ذلك الغلام للتجارة فتقدر ثمنه وتزكيه. باب ليس على المسلم في عبده صدقة. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه إذا كان العبد للخدمة، أما إذا كان للتجارة ففيه زكاة، وكذلك الفرس إذا كان للركوب والعمل وليس فيه زكاة إلا إذا كان للتجارة. باب الصدقة على اليتامى. حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة، حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه أي الوحي. قال فمسح عنه الرحضاء أي العرق فقال أين السائل وكأنه حمده، فقال إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع الكلى الذي ينبت يقتل أو يلم الحيوان الذي يأكل بدون حساب يموت، إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها طرف بطنها استقبلت عين الشمس فثلطت أي خرج منها الوسخ وبالت ورتعت يعني تأكل بحساب ثم تأتي إلى الشمس ويزول منها ما في بطنها، وإن هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. إذا أعطاه الله مالاً فيتصدق على المسكين واليتيم الذي مات أبوه وهو طفل وابن السبيل المسافر المنقطع، إذا تصدق على الفقراء فيؤجر على ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه أي يأخذ المال بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. فعلى المسلم إذا رزقه الله مالا أن ينفق منه ويفعل الخير ويؤدي الزكاة. باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قاله أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني التطوع يجوز أن تتصدق على زوجها، وأما الزكاة المفروضة فلا يعطى الزوج منها، وإذا كان عنده أيتام الأيتام يعطون. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قال فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنها بمثله سواء، قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكن الذي في الأذن والذي في القلادة تصدقنا ولو من حليكن، أي الزينة التي تلبسنها. وكانت زينب رضي الله عنها تنفق على عبد الله بن مسعود وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار رضي الله عنها على الباب حاجتها مثل حاجتي، أي تسأل كسؤالي، فمر علينا بلال رضي الله عنه فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا لا تخبر بنا، أي لا تخبر رسول فلانا فلانا. فدخل فسأله فقال صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال زينب. قال أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله رضي الله عنها. قال نعم، ولها أجران، أجر القرابة وأجر الصدق، الصدقة على الزوج والأيتام أجر الصدقة وأجر القرابة، يعني صدقة التطوع. أما الزكاة فلا يعطى منها الزوج، أما الأيتام فيعطون من الزكاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بنية. فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. صدقة التطوع تنفق على أولادها وعلى زوجها، وأما الزكاة فالزوج لا يعطى من الزكاة، إنما يعطى من صدقة التطوع. باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء ثمانية أصناف، هؤلاء هم الذين يعطون من زكاة المال. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. وقال الحسن رحمه الله إن اشترى أباه من الزكاة جاز، إذا كان أبوه مملوك فيشتري أباه من مال الزكاة ويعطى في المجاهدين والذي لم يحج. ثم تلا إنما الصدقات للفقراء في أيها أعطيت أجزأت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالداً، أي خالد بن الوليد رضي الله عنه، احتبس أدراعه في سبيل الله، يعني أوقف أدراعه التي تلبس في الجهاد أوقفها في سبيل الله. ويذكر عن أبي لاس حملنا النبي رضي الله عنه، حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج، فالحج من سبيل الله. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم، أي ما ينكر ابن جميل، إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله، تعرف بطر ومنع الزكاة. وأما خالد فأيكم، فإنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أي أوقف أدراعه واعتده في سبيل الله، يعني لا يملك شيء لأنه تصدق بالأدراع التي تلبس في الجهاد والسلاح، أوقفها فليس عنده ما يزكي. وأما العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ من العباس زكاة عامين مقدمة. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه، وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد: هي عليه ومثلها معها. وقال ابن جريج: حدثت عن الأعرج مثله. باب الاستعفاف عن المسألة، أن ينبغي للمسلم أن يتعفف ولا يسأل إلا عند الاضطرار. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إن ناساً من الأنصار رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد أي انتهى ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، الذي يتعفف عن السؤال الله تعالى يعينه، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فينبغي للمسلم أن لا يسأل إلا عند الاضطرار. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب، أي يجمع الحطب على ظهره، خير له من أن يأتي رجلاً فيسأله أعطاه ومنعه. تأخذ حبل وتجمع حطب وتبيع خير لك من سؤال الناس. فالمسلم ينبغي أن يعمل الأسباب في طلب الرزق ولا يسأل إلا عند الاضطرار. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره، خير له من أن يأتي رجلاً فيسأله أعطاه ومنعه. حدثنا موسى، حدثنا وهيب، حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفسه، أي أنه لا يريد أن يسأل، بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس، يعني يتطلع إلى السؤال، لم يبارك له فيه،
كالذي يأكل ولا يشبع. اليد العليا يد المنفق خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، أي لا أنقص بعدك أحدا شيئا، يعني لا أطلب من أحد شيء، لا أرزأ أي لا أنقص أحدا بعدك شيئا، يعني لا أسأل غيرك حتى أفارق الدنيا إلى الموت. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر رضي الله عنه: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ أي فلم ينقص حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله تعالى عنه. باب: من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس يعني فليأخذ. قال الله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يعطون السائل ويعطون المتعفف الذي لا يسأل. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف أي غير متطلع ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. إذا جاءك شيء من بيت مال المسلمين خذه. باب: من سأل الناس تكثرا يعني ليكثر ماله، يسأل الناس ليكثر ماله. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. الذي يسأل الناس من غير حاجة يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، فلا ينبغي السؤال إلا عند الاضطرار. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. اللهم ارحمنا وأنت أرحم الراحمين. فبينهم كذلك استغاثوا بآدم يعني طلبوا منه أن يشفع إلى الله عليه السلام، ثم بموسى عليه السلام، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله: حدثني الليث حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق أي يشفع إلى الله حتى يحكم بين العباد، فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب أي الرسول عليه الصلاة والسلام، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم، لأنه يطلب من الله أن يحكم بين العباد. هذا المقام المحمود يحمده الأولون والآخرون حين يشفع إلى الله ليقضي بين العباد. باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، وكم الغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجد غنى يغنيه، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، إلى قوله: فإن الله به عليم. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة، أخبرني محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، يعني السائل الذي يسأل اللقمة أو اللقمتان،
ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي، ليس عنده شيء ويستحي أن يسأل، أو لا يسأل الناس إلحافا، فالتعفف أحب، ولكن عند الاضطرار يجوز السؤال. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن علي، حدثنا خالد الحذاء عن ابن أشوع عن الشعبي، حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فينبغي للمسلم أن يحذر الاشتغال بقيل وقال، يعني يشتغل بكلام الناس، قيل اليوم كذا وقال فلان كذا، ينبغي أن لا يشغل الإنسان نفسه بهذا، بل يشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن، لا يشتغل بقال وقيل. وإضاعة المال كذلك، نفقة المال في غير الأمر النافع كذلك يضر، لا تنفق مالك إلا فيما يقرب إلى الله. وكثرة السؤال، سؤال الناس المال، وكذلك السؤال إذا كان على سبيل المغالطة، أما إذا احتاج إلى سؤال أمر ديني فهذا واجب، وأما يسأل مغالطة هذا هو الممنوع. حدثنا محمد بن غرير الزهري، حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطاً، أي جماعة، وأنا جالس فيهم، قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلاً لم يعطه وهو أعجبهم إلي، يعني أنا أرى أن ذلك الرجل أحب، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته، أي كلمته سراً، فقلت: ما لك عن فلان؟ يعني لم تعطه، والله إني لأراه مؤمناً. فقال: أو مسلماً؟ قل: أراه مسلماً. قال: فسكت قليلاً، ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمناً. قال: أو مسلماً؟ قال: فسكت قليلاً، ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمناً. قال: أو مسلماً؟ إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهي، أن يعطي الناس الذين أخاف عليهم أن يرتدوا أو يعصوا، فأعطيهم حتى يسلموا من المعصية. وأرى أناساً أعطاهم الله الإيمان فلا يضرهم إن أعطيتهم وإن لم أعطهم، لأن الله أكرمهم بالإيمان. إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهي، أي ذلك الذي يعطيه في إيمانه ضعف، أخاف عليه إذا ما أعطيته أن يرجع ويرتد. وأما من أكرمه الله بالإيمان فسواء أعطيته أو لم أعطه لا يتأثر. وعن أبيه عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال: سمعت أبي يحدث بهذا، فقال في حديثه: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فجمع بين عنقي وكتفي، ثم قال: أقبل أي سعد، إني لأعطي الرجل. قال أبو عبد الله: فأقنعه. ثم يفسر البخاري كلمات من القرآن: فكبكبوا أي قلبوا، مكبًا أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل قلت كبه الله على وجهه،
وكببته أنا. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنًا يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. يعني الفقير المتعفف هو أولى بأن يعطى لأنه لا يسأل الناس، وفيه فضل الاستعفاف. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. قال أبو عبد الله: صالح بن كيسان أكبر من الزهري، وهو قد أدرك ابن عمر رضي الله عنهما. باب خرص التمر، يعني الإمام يرسل إلى أهل البساتين من يخرص لهم نخيلهم، والخرص والتقدير. بعض الناس يعرف القدر، ينظر إلى النخلة فيقول: هذه النخلة فيها 60 صاع أو 40 صاع، يعني مجرب هذا عمله، فيخرص التمر حتى يعرف كم مقدار الزكاة. حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، أي في بستان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا، أي قدروا الرطب الذي على النخلة، اخرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، يعني إذا هبت الريح، ومن كان معه بعير فليعقله، أي يربط يده اليسرى. فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طيء، قام رجل وعصى أمر الرسول فالريح رمته إلى جبل طيء، يعني مكان بعيد. وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه برداً، وكتب له ببحرهم، أي بقريتهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: 10 أوسق. خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه طابة، مدينة طابة. فلما رأى أحداً جبل أحد قال: هذا جبل، هذا جبيل، يحبنا ونحبه. سبحان الله، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار، يعني خيراً، رضي الله عنهم. وقال سليمان بن بلال: حدثني عمرو، ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة. وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أحد جبل يحبنا ونحبه. سبحان الله. قال أبو عبد الله: كل بستان عليه حائط فهو حديق. البستان الذي عليه حائط يسمى حديق، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة. باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. ولم يرى عمر بن عبد العزيز رحمه الله في العسل شيئا، وورد أن العسل 10 قرب يؤخذ منه قربة. حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا، يعني يشرب بعروقه، العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. إذا كانت المزرعة تسقى بماء الأمطار والعيون بدون كلفة فيؤخذ منها العشر، 300 صاع يؤخذ منه 30 صاع. وأما إذا كان البستان يسقى بالمكائن والمشقة فيؤخذ منه نصف العشر، 300 صاع يؤخذ منه 15 صاعا. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: هذا التفسير الأول، لأنه لم يوقد في الأول، يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما سقت السماء العشر، وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة. والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت، كما روى الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وقال بلال رضي الله عنه: وقد صلى، فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل لأنه لم يعلم. باب ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. إذا كانت المزرعة ليس فيها 5 أوسق لا على زكاة عليها، فالنصاب، نصاب الحبوب والثمار، 5 أوسق، والوسق الواحد 60 صاع، 5 أوسق 300 صاع. فإذا كانت المزرعة هي أقل من هذا فلا زكاة إلا أن يتطوع. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، حدثنا مالك قال: حدثني محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما أقل من 5 أوسق صدقة، ولا في أقل من 5 من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من 5 أواق من الورق أي من الفضة صدقة. فنصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، ونصاب الإبل 5 إذا كان عندك 5 من الإبل ترعى في أرض الله فعليك زكاة شاة واحدة، أما إذا كان أقل من 5 فلا زكاة إلا أن تتطوع. ونصاب الفضة 5 أواق يعني 200 درهم، فإذا كان عندك من الفضة 200 درهم وحال الحول فعليك الزكاة، والزكاة ربع العشر، في 100 ريالين ونصف. قال أبو عبد الله: هذا التفسير الأول، إذا قال ليس فيما دون 5 أوسق صدق، ويؤخذ أبداً في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا. باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن الطهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما
من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما التمر فجعله في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدق؟ فيجب تعليم الأولاد. فهذا طفل أخذ تمر وهم لا يحل لهم تمر الصدق، فعلمه الرسول وأخذ من فمه التمر، لأن آل البيت الصدقة محرمة عليهم. باب من باع ثمرة أو نخلة أو أرضة أو زرعة وقد وجب فيه العشر إن الزكاة أو الصدق فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثمارة ولم تجب فيه الصدق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، يعني حتى تصلح للأكل. فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. حدثنا حجاج، حدثنا شعبة، أخبرني عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، يعني حتى يصلح للأكل. وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهده، أي تذهب الآفات التي تفسد المزرعة. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثني الليث، حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، أن تصلح للأكل. حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال: حتى تحمار، أن يصير أحمر أو أصفر، أن يصلح للأكل. باب هل يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقة غيره. إذا تصدقت على إنسان بشيء فلا يجوز لك أن تشتري تلك الصدقة، لا يجوز أن ترجع في الصدقة ولو بالشراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره. وأما غير المتصدق يجوز أن يشتري الصدقة، وأما المتصدق لا يجوز أن يشتري صدقته. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع. ذلك الرجل الذي أخذه عرضه للبيع فأراد أن يشتريه، أراد عمر رضي الله عنه أن يشتري ذلك الفرس، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال: لا تعد في صدقتك، لا يجوز أن تشتري صدقتك ولو بالشراء، لا تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله، يعني أعطيت إنسان فرسا في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، يعني ذلك الرجل عرض ذلك الفرس للبيع فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته
كالعائد في قيه تنفير عن الرجوع بالصدق ولو بالشراء. باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقة هو وآل بيته. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه أي في فمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ كلمة الزجر ليطرحها، ثم قال أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة. الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وإنما يأكل الهدية لا يأكل الصدقة. باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاةً ميتةً أعطيتها مولاةٌ لميمونة من الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. الميتة يحرم أكلها، وأما جلدها يؤخذ ويدبغ ويستفاد به. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، بريرة أما مملوكة، أرادت عائشة أم المؤمنين أن تشتريها وتعتقها، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها. أهلها قالوا نبيعها ولكن الولاء لنا، وهذا غير صحيح، الولاء للمعتق لا للبايع. فذكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها، فإنما الولاء لمن اعتق، شرطهم باطل. قالت وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلت هذا ما تصدق به على بريرة؟ فقال هو لها صدقة ولنا هدية. الناس أعطوها صدقة وهي أهدت إلينا، فتغير الحكم من صدقة إلى هدية. باب إذا تحولت الصدقة، يعني تحول حكمها من الصدقة إلى الهدية. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء عن الطعام؟ فقالت لا، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاه التي بعثت بها من الصدقة. فقال إنها قد بلغت محلها، يعني هي لها صدقة وهي أهدت لنا، فصار هدية. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا وكيع، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة رضي الله عنها، فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية، هي أهدت إلينا. وقال أبو داود أنبأنا شعبة عن قتادة سمع أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. حدثنا محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوماً أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، أي زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، أي لا تأخذ من الجيد من أموالهم لكن من الوسط، لا من الجيد ولا من الرديء، فإياك وكرائم أموالهم، أي الجيد من أموالهم، واتق دعوة المظلوم، لا تظلم أحد، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، دعوة المظلوم مستجابة، فعلينا أن نحذر الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدق. فالدعاء بمعنى الصلاة بمعنى الدعاء: خذ من أموالهم صدقةً تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم أي زكاتهم قال: اللهم صل على آل فلان، أي ادعو لهم دعاء، فأتاه أبي رضي الله عنه بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، بمعنى الدعاء. وصلاة الله ثناؤه جل وعلا. باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر، أي رماه البحر. وقال الحسن رحمه الله: في العنبر واللؤلؤ الخمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، ليس في الذي يصاب في الماء. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركباً فأخذ خشبةً فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطباً، فذكر الحديث، فلما نشرها وجد المال.